المشكله ان الفتره الاخيره ان كتير قوي من السيدات ابتدت تخبي جمالها ورا الميك اب، وبعد فتره بالميك اب بتلاقي بقى في ندبات في الوش، بقى في حبوب، بقى في خطوط، بقى بشكل الوش غريب، وهي مش عارفه ترجع تاني لنضاره الوش. تبتدي تعمل مواصفات، الوصفات دي مش عارفه وشها عامل هيتقبل ده ولا هيرفضه، وبعد كده بنرجع تاني لنقطه الصفر. النهارده عايزين توجد لنا حلول جميله لطيفه لكل هانم بتتفرج علينا ولكل بي عشان يبقى شكلنا حلو. هو الفكره زي ما انت قلت انه المشكله كبيره جدا. اول لما اي بنت او اي ست بتلاقي عندها مسامات كتيره قوي في بشرتها وعندها حبوب كتير وعندها مشاكل، تبدا تدور على ان هي تحط كريم الاساس اللي بيكون اتقل حاجه واللي بيغطي يعمل تغطيه عاليه جدا. فهم بيكونوا مفكرين ان هم كده هيحلوا المشكله، يعني كده الحبايه مش هتكون باينه او كده مسامات بتاعت وشي مش هتكون باينه. بالعكس، هم ما يعرفوش ان هم كده بيزودوا من المشكله وبيزودوا من مساحه المسامات اللي بتكون موجوده في البشره بتاعتي، وكمان بيزودوا ان الحبوب كمان عددها بيزيد، وممكن لو انا عندي حبوب صغيره حجمها كمان بيزيد. هم داروا العيب لكن ما صلحوش العيب خالص. تمام. وكمان حتى على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، هو اصلا كده مش بيدار. انا بشوف جدا جدا ان اي طبقه من طبقات الميك اب سواء كريم اساس او باودر او اي حاجه من الحاجات دي، بالعكس بيظهر انه انا عندي مشكله. يعني لو انا عندي حبايه وسايباها عادي وسايبه بشرتي مش حاطه فيها اي ميك اب، عادي هتبقى واخده الالوان المتجانسه مع لون بشرتي. لكن لما انا افضل احط الوان كتيره من الكريم الاساس واحط طبقات كتيره، انا كده باذي بشرتي جدا جدا وبوصل لان هي كمان ممكن يحصل فيها تصبغات وبقع بنيه. لان في ناس بتنزل بكميه كبيره جدا من الكريم الاساس والفاونديشن في الشمس، فده بيبقى غلط جدا على البشره، وفي الاخر نقول احنا بشرتنا بقت غامقه، بشرتنا فيها تصبغات وفيها مشاكل كتيره. وبرده الشكوى الثانيه اللي بتيجي انه ناس كتيره قوي بيفضلوا يكلمونا ويقولوا لنا احنا بنستخدم مثلا 10 منتجات او 15 منتج، ما اعرفش كريم عشان ايه وايه وسيرم لايه، الروتينيه اللي بيستخدموها كل يوم وفي الاخر ما فيش حاجه بتتصلح. كتير قوي وبتبقى غلط، يعني ملهاش توقيتات معينه وما فيش ليها قواعد معينه، والموضوع بيبقى سهل وبسيط، ولازم نكون عارفين احنا هنستخدم ايه بالظبط علشان يعمل لي ايه لبشرتي. انت عارفه الهوانم مشكلتها ايه؟ الروتين بيبقى ممل. عملت ده النهارده، عملته بكره، عملته اسبوع، عملته شهر، وبعد كده قالت لك لا خلاص بقى انا مش هعمل حاجه تاني، فترجع تاني من الاول ومن نقطه الصفر، وشها يرجع تاني يتعب، فترجع تاني تعمل روتين. وبرضو الروتين ده مكلف في الفتره الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها. لو انت رحت جبتي الحاجات المنتجات اللي موجوده في الاماكن زي السوبر ماركت، الصيدليات او غيرها من اماكن، ارقام انا مزبوط. بشوف ارقام مزبوط. مخيفه مظبوط. وبرضه اللي مش كل اللي هناك عارفين بشرتك دي تناسبها ولا لا. صح، وممكن اي حاجه، يعني اي حد يدي لك اي حاجه مش مناسبه لبشرتك. حلو، ده هينفع معاك بس ما تعرفيش ده بشرتك، طب جافه وده بتاع الدهنيه، فتلاقي وشك رجع تاني حب. صح. طيب قولي لنا بقى دلوقتي ايه الخطوات اللي ممكن الهانم من الهوانم تبتدي تمشي بيها؟ يعني مثلا تقلل الميك اب او توقف الميك اب تماما. طب هي لو لازم تنزل بالميك اب، طب تعمل ايه علشان يبقى تعرف تخلي بشرتها تتنفس؟ فده عندك انت بقى. عايزه اقول لك بقى ان سيلا لقت حل ممتاز جدا علشان كل المشاكل اللي بتقابلنا في بشرتنا كلنا، يعني في الصيف بالذات، ان احنا بيظهر عندنا تصبغات، بيظهر المسامات بتبدا يبقى شكلها اوسع، الدهون بتبدا تفرز بشكل كبير جدا من البشره. فسيلا بقى قررت ان هي تعمل مجموعه خاصه وكبيره جدا علشان تحل كل المشاكل، كمان حتى بتاعه البهتان بتاع البشره. فالمجموعه كلها بتكون عباره عن ايه يا ممدوح؟ بتكون عباره عن الصابونه، والصابونه دي مهمه جدا علشان بغسل بيها وشي الصبح وبالليل علشان بتشلي الرؤوس السوداء، وكمان لو انا عندي اي افرازات دهنيه زياده او كده بتظبطها كويس جدا جدا. وكمان حاجه مهمه قوي، ان انا طبعا احنا في الصيف كلنا بنغمق وبتبقى بشرتنا غامقه وبيبقى طبيعي، ده العادي، اي جزء مننا بيبقى باين في جسمنا بيتعرض للشمس على طول بنسمر. ده غير كمان انه لو انا مش بستخدم واقي الشمس الصبح وانا نازله بعمل بيحصل لي تصبغات في بشرتي. طيب الناس اللي بيبقى عندها بهتان في بشرتها وبشرتها ما فيش فيها نضاره، بيبقى عندهم يعني مشكله كبيره جدا، تقول لك انا حاسه ان انا بشرتي طول الوقت باهته وما فيش فيها اي نضاره. سيلا بقى مقدمه النهارده عرض ممتاز جدا،
والمجموعه كلها على بعضها احنا هناخد شهر وعليه شهر مجانا. حلو. هتبقى عباره عن الصابونه وكريم التفتيح وسيرم سيلا كمان عشان التجاعيد اللي تحت العين والتجاعيد اللي حوالين الفم والخطوط اللي بتكون موجوده في المنطقه بتاعه القوره هنا. تمام. وكمان عندنا سيرم فيتامين سي من سيلا، وعندنا البوبيلر اللي هو بديل الهايلورونيك اسيد اللي بيعمل لي امتلاء ونضاره لبشرتي، والمجموعه على بعضها مكونه من 6 منتجات. بناخد شهر يعني بناخد 3 منتجات وعليهم 3 هدية، يعني بتاخد شهر عليه شهر مجانا. جميل قوي. عايزه بقى اقول لك على حاجه مهمه، نبدا بالمشكله الكبيره اللي بتواجهنا كلنا في الصيف ان احنا بشرتنا بتبقى غامقه وعايزين نفتحها. فعايزه اقول لكم ان الكريم بتاع سيلا اللي هو بتاع التفتيح ليه تاثير فوري اول ما بحطه على بشرتي او اي منطقه في جسمي بحس ان هي غامقه. عايزه اوريك بس هيعمل ايه دلوقتي لما اجربه عليك. يا ريت، انا بحب الحاجات العملي جدا. اه جدا، على فكره دي احسن حاجه. انا هحطه على ايدي، انا هحطه على ايدي علشان انا برضو يعني ايدي من الصيف عشان مش باين من غير الحته دي، فتبص بتلاقيني ملونه هنا. أه. لون كان الساعه ابيض وهنا لون. اكيد اكيد، انا قاعد عارفه الصيف بقى وجمال الصيف. فبص كده انا هوريك التاثير الفوري بتاع الكريم عشان تشوف الفرق ما بين الاثنين. نعملها. عايز اقول لكم بس ان انا دخلت الفقره فلقيتها جايبه حاجات جنبها فما سالتهاش، قلت اما اشوف هي هتعمل ايه، فواضح ان الموضوع عملي وانا زي زيكم. والله انا فوجئت زيكم بالظبط. بص. اه لا فعلا. ها الفرق باين حتى على الكاميرا يعني. شايف؟ بيتفرجوا علينا دلوقتي شايفين اللي فيه ده مختلف عن ده. ايوه، عشان بيدي تاثير فوري في ساعتها. ان انا اول لما بحط الكريم بتاع التفتيح وانا كده كده بعمل روتين بقى للاماكن اللي اتورت فيها. ما خدناش يومين ولا اسبوع ولا شهر ولا اي حاجه في ساعتها، في 3 ثواني بالظبط. في اول ما بحط الكريم على طول على وشي او اي مكان، عايزه اقول لك ان الكريم بتاع التفتيح اقدر استخدمه على منطقه الاكواع والركب والناس اللي عندها اسمرار حوالين الرقبه، الناس اللي عندها بيفتح الاماكن الداكنه بالظبط، اي مكان، وبيكون امن وسيف جدا حتى مع الناس الحوامل او في فتره الرضاعه مفيش منه اي مشكله خالص.